بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا وعد من الله عز وجل، وكذلك الله أوعدنا في الحديث القدسي اللي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. هذا وعد من ملك الملوك، باسط سبع الأراضين ورافع سبع السماوات بلا عمد. يا أخواني وخواتي، مشروعنا بيكتمل الليلة، باقي 40,000 وجبة، قيمة الوجبة 15 ريال. شاركونا فرحتنا الليلة، جزاكم الله. يا أهلا، السادس من رمضان. يقول الله تعالى في محكم التنزيل في سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر. مش معنى كلمة وزر؟ يعني لا ملجأ ولا منجأ من الله يوم القيامة، ذاك اليوم العصيب اللي تتساوى فيه الرؤوس، لا شيخ ولا جبر ولا ملك ولا وزير ولا أمير، كلهم سواسية، الملك لله عز وجل. عشان كذا خلك فطين وذكي والجأ لله في وقت الفرصة والمهلة اللي حنا عايشين فيه، عشان الله يغفر لك في ذاك اليوم العصيب. الله يرحمنا برحمته، قلوا آمين. شكرا. قلنا للوالدة والأهل نبي الفطور زي فطور زمان، صراحة ما قصروا، بدعوا جزاهم الله خير. بس الوالد قال دام فطور زمان، شغل تلاوة الشيبان الأولى، التلاوة النجدية، قلت على خشمي.